السلام عليكم، جئتكم بفكرة مشروع أخرى. السلام عليكم. دابا الفكرة هذه اللي نجيبها لكم هي انسين وايت روم. وقت شو دابا الفيديوهات في يوتيوب راه كلشي مطلي بيها. الحاجة اللي ما عارفينش عليها هي ماشي ضروري تكون الحماق، هي كتخلي بنادم ما يوليش حماق. هذه هي المقولة اللي بغيتكم تعرفوا على هاد الوايت روم هذه. وحاجة أخرى، هاد الوايت روم هذه شنو كدير؟ كتخلي بنادم يتحدى راسه ويدير شي حاجة ما عمره ما دارها. وشنو الا بغيتي تصايب انت هاد الوايت روم هادي انستاليها وتربح منها، خاصك اول حاجه ما تخليش الصوت يخرج منها. ثاني حاجه تمبيراتور تكون مزيانه في شي كليماتيزور ولا شي حاجه، وخاصك شي كاميرا ريكوردين ومايكروفون، وخاص تكون فيها شي ريفريجيراتور يكون فيها الماكله تما الداخل. هاد الوايت روم هادي غادي يبدا تكريها الناس بواحد بواحد، يعيش فيها تما ساعة حتى 40 يوم اللي بغا هو. المهم خصك توجدها، خصك دير فيها ريفريجيراتور وواحد الحاجة أخرى دير فيها باد، يعني دير فيها فراش. وخصك واحد الحاجة أخرى هي تخلي الضوء هاد اللي فيها، تخلي الضوء خفيف، وخا هي كتبان هي عالية الضوء ديالها عالي بزاف، ولكن خصك تعرف بلي الوايت لايت يعني الوايت كيعكس اللايت، يعني البيض كيعكس الضوء. وخصك دير القوانين ديال الكروم، ماشي اللي جاو يدخل ليها، خصك تلصق معاه واحد شي قوانين. راك ما عارفين قوانين بلاد مرة بازل، خصك دير مع القوانين. وواحد خص يكون عندك شي جوج الناس ثقة اللي يحضيوها، واحد يحضيها في النهار وواحد يحضيها في الليل. يعني الا كان كتدير منها بزاف راه كتجينيري الفلوس، lot of money اجينيرا. ان باقي فكرة جديدة، وممكن دير بزاف ديال لي رومز تيكيبيهم بهذا الوايت هذا، تربح منها بزاف ديال الفلوس. ودابا راه هي طوندونس، ما عارفينش شنو المعنى ديال طوندونس، يعني دابا راه اون مود، دابا كلشي باغي يديرها. علاش هي كتصلح لبنادم؟ هو بنادم تيبغي يتكالما، شي بلاصه فين يتكالما فيها، ما قدرش هو يتحدى الطبيعه ويمشي يخرج الطبيعه، بغى شي حاجه ثقه اللي يتكالما فيها ويسمع لنفسه. ثاني حاجه كاينين بنادم تيبغي يتحدى نفسه. ثالث حاجه كاينين بنادم تيبغي يصلح نفسه، يحيد عليه الحوايج الخايبه، مثلا الكارو، مثلا الحشيش، مثلا الفيسبوك، مثلا حوايج بزاف خايبه تيبغي يحيدهم. ثالث حاجه بنادم باغي يهضر، باغي يهضر بالجهد، باغي يهضر بالجهد وما باغي يسمعو حتى شي واحد، باغي يخرج ديك الطاقه السلبيه من ذاته. عاوتاني واحد الحاجه، بنادم باغي يتحدى نفسه وباغي يديرها في كاميرا، باغي غير يبان في كاميرا. واحد حاجه اخرى، بنادم باغي يجرب افكار جديده في العالم. يعني انت الربح ديالك من بنادم الى درتي هاد الوايت روم. الحاجه الصعيبه اللي كاينه في هاد الوايت روم كلشي فيها سهل، يكون عندك بيت انت ممكن تيكيبيه وممكن تبقى تتفق مع بنادم تكريها. ولكن شنو الحاجه اللي صعيبه؟ هي الماركتينغ ديالها. الماركتينغ ديالها باش ديرو غديرو بالفيسبوك ادز، هو اللي يصلح لك القضيه، وبالمعارف هو اللي غادي يفك لك القضيه ديال الماركتينغ. وإلى فكرة واحدة أخرى،